استمرار القلق الإسرائيلي من تبعات قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وجود صلاحية للمحكمة في التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 67 قابلته حملة تحريض إسرائيلية على المحكمة وتشكيك في مصداقيتها وموضوعيتها. ففي موازاه اعلان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنيه والسياسيه رفضه قرار المحكمه ووصفه بالمخزي واتهام المحكمه بالتحرك انطلاقا من اسس معاديه للساميه تعمل اسرائيل على خط تفريغ القرار من مفاعيله من اجل تعطيله والحد من اضراره المحتمله عليها عبر التحرك دوليا للضغط على المحكمه والدول الاعضاء فيها وسائل اعلام اسرائيليه كشفت عزم اسرائيل على التوجه الى عشرات الدول في العالم بطلب توجيه رساله سريه الى المدعيه في المحكمه الجنائيه الدوليه فاتو بن سودا تطالبها فيها بعدم المضي قدما بفتح التحقيق ضد اسرائيل للاشتباه في قيامها بارتكاب جرائم حرب مسؤولون اسرائيليون وصفوا البرقيه التي بعثت بها الخارجيه الاسرائيليه الى ممثلياتها وسفاراتها في الخارج بالمستعجله وقالوا انها اوعزت فيها اليهم بالطلب من وزراء الخارجيه او رؤساء الحكومات في الدول التي يعملون فيها نشر بيانات علنيه يوضحون من خلالها معارضتهم قرار المحكمه في لاهاي واقرارها بان فلسطين تعتبر دوله واشاروا ايضا الى تضمن البرقيه تعليمات حساسه بنحو خاص وتشجيعا على ممارسه ضغوط على بن سودا وعلى وقع القلق الذي يسود المؤسسه الامنيه الاسرائيليه اثر قرار المحكمه الجنائيه الدوليه كشف النقاب عن ان اسرائيل وضعت سرا قائمه باسماء صناع قرار ومسؤولين امنيين وضباط اسرائيليين قد يعتقلون في الخارج اذا قررت المحكمه فتح تحقيق ضد اسرائيل وفيما قالت جهات امنيه اسرائيليه انه تم الاتفاق مع عده دول اعضاء في محكمه لاهاي على اعطاء انذار مسبق بشان عزمها على اعتقال مسؤولين اسرائيليين فور وصولهم الى هذه الدول او تقديم طلب لاصدار امر اعتقال ضدهم اشار اخرون الى ان اسرائيل قد تطلب من شخصيات مشموله في القائمه بالامتناع تماما عن السفر الى الخارج كي لا يجري اعتقالهم او محاكمتهم